عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحفل الختامي لمسابقة وبرنامج الشركة التابع لمؤسسة إنجاز عمان. حصلت شركة بنسولين على جائزة أفضل منتج مبتكر في إنجاز عمان لعام 2023. راح نقترب أكثر وأكثر من تفاصيل هذه الشركة الطلابية وأيضا من منتجها كذلك بوجود أختنا أبرار بنت فهد السعدية الرئيس التنفيذي لشركة بنسولين الطلابية. مرحبا بك يا أبرار، جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح، ونبارك لكم أيضا هذا التتويج. الله يبارك فيك. تقرير جميل قبل شوي صح عن الشوكولاتة؟ أنت من عشاق الشوكولاتة ولا لا؟ لا لا ها؟ لا. الأمور طيبة إن شاء الله. نحن شفنا من التقرير فوائد الشوكولاتة الصحية، وأكيد من خلال برنامجنا راح نواصل المشوار واللقاء القادم أيضا راح نتعرف على شركة بنسولين الطلابية. كلمينا عنها يا أبرار بشكل عام. شركة بنسولين الطلابية هي شركة تابعة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط. ممتاز. احنا عبارة عن طاقات شبابية من تخصصات مختلفة حول الجامعة. كم عددكم تقريبا؟ 8 أشخاص. 8 أشخاص. ايوه. وشاركتوا في 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 مسابقة إنجاز عمان. أيوه. لعام 2023 بالضبط. ايش منتجكم بالضبط؟ منتجنا هو عبارة عن قلم انسولين ذكي حافظ للحرارة. قلم انسولين ذكي. ايوه. حلو. بالضبط، حافظ للحرارة. حافظ للحرارة. أيوه. طيب قانا على الموضوع ولا أفضل هذا القلم أنا؟ تفاصيل القلم، أول شيء هو أول قلم عربي عماني يبتكر في سلطنة عمان، يكون حافظ وعازل للحرارة وإكتروني على مستوى الخليج والدول العربية. هو في مميزات ثانوية ومميزات رئيسية وراح نتطرق إليها إن شاء الله تعالى، ولكن بالضبط. كيف توصلتوا أساساً لهذا القلم يا أبرار؟ بعد اجتماع كان مع متطوعنا المشكور طبعاً البراء البدوي، كنا جالسين في جلسة عصر للذهن، قالنا شوفوا مشكلة أنتوا تواجهوها في حياتكم اليومية علشان تقدروا أنتوا تطلعوا بفكرة مبتكرة خارجة عن الصندوق وتدخلوا فيها في هذه المسابقة. حلو. طبعاً كان هدفنا الرئيسي هو المسابقة، تمام؟ فأنا أعاني من هذا المرض السكري وأيضاً في عائلتي، فحاولت أني أوصل لطريقة تحل هذه المشكلة. المشكلة الرئيسية اللي أعاني منها كمرضى السكري حول العالم هي طريقة حفظ الإنسولين الصحيحة. الإنسولين مثل ما تعرف لازم يكون في درجة حرارة مناسبة اللي هي في الثلاجة. ممتاز. ما تقدر تتمشى على كيفك، خاصة لو كنت أنت طالب جامعة، طالب في الشركات لوقت طويل، ما موجود عندك الثلاجة، تضطر أنك تأخذ كول بوكس. فإحنا حلينا هذه المشكلة إن شاء الله أنه يكون هو القلم من الأساس حافظ للحرارة. قلم انسولين ذكي حافظ للحراره. ايوه ما شاء الله تبارك الله. طيب انتم عليكم 8. ثمانية. كيف قسمتوا الادوار؟ كيف قسمتوا المهام فيما بينكم البين؟ مثل ما تعرف احنا داخلين شركه انجاز عمان علشان نتعلم وعلشان ان نكون شركات رائده ان شاء الله في المستقبل. ممتاز. فاحنا ما شفنا على التخصصات، مع ان كنا من تخصصات مختلفه اللي هي الصيدله، التجاره، والهندسه والكيمياء، تمام؟ فاحنا سالنا الاعضاء، انت شوف مكانك المناسب. احنا عطيناهم الفرصه، في بعضهم قال اني انا مناسب اني اكون في الانتاج، هذا تخصصي، من غير تخصصي هذا شغفي. حلو. انا حاب اني اكون في التسويق لان ان شاء الله انا تخصصي راح يكون تسويق. ممتاز. او اني انا اريد مستقبلا اني ابدع في هذا المجال. جميل. فاحنا عطيناهم الفرصه انهم يدخلوا في المجال اللي هم يحبوا. لكن انت كنت الرئيس التنفيذي اساسا لهذه الشركه صحيح؟ ايوه. يعني مسؤوليه وانت ما زلت على مقاعد الدراسه، كيف قدرتي فعلا تدير الامور اساسا؟ الحمد لله كانت شركتنا واجد متعاونه، كان الموضوع سلس، احنا قدرنا ان نوازن بين الدراسه وبين الشركه وبين المهام وبين التصنيع والتطوير الحمد لله. بسبب انه كان في ليونه في الشركه، مثل ما تقول ان احنا كنا اصلا اصدقاء اكثر من زملاء عمل او داخلين المسابقه. ممتاز. 3 شركات طلابيه مدرسيه كانت حاضره في الحفل الختامي، و15 شركه طلابيه من فئه الجامعات والكليات ايضا حاضره في الحفل الختامي. لكن توقعت ابرار وفريقها انه قد تكون شركه بنسولين الطلابيه احدى الشركات الفائزه واللي تحصل على جوائز من خلال هذا الحفل؟ أكيد إحنا كنا متوقعين 100%. مليون بالمئة؟ مليون بالمئة. ليش هذه الثقة؟ دائما المنتجات الصحية خاصة المنتجات اللي تكون فريدة من نوعها لازم أنها تعطي الضوء أو أنه يسلط الضوء عليها بالشكل الصحيح. حلو. لأن أنت تخدم إنسان علشان أنه هو يحل أو معاناته أنت تساعدها فيه، مثل ما تقول أن معاناة مرض السكري تستمر اللي طول حياته تقدر تقول.
فهذا عمل قبل لا يكون هو فخر هو عمل نبيل. نعم ممتاز. إذا أنتوا رايحين للحفل وأنتوا عارفين أنكم فايزين فايزين. أيوة يعني. دام الثقة مليون بالمئة تقولي. أيوة. فعموما طيب لحظة إعلان الفائز بهذه الجائزة، جائزة أفضل منتج مبتكر لعام 2023 ضمن مؤسسة إنجاز عمان برنامج ومسابقة الشركة. الآن تم الإعلان، كيف تصفي لي مشاعرك أنت شخصيا كرئيس تنفيذي وأيضا طاقم وأعضاء الشركة الموجودين معك؟ طبعا الفرحة كانت أبدا ما توصف، قمنا من مكان الطينة فزينا ما شاء الله، إنه الحمد لله سوينا شيء قدرنا إنه وصلنا لمكان وما طلعنا بدون شيء، بنقدر إنه نوصل صوتنا للعالم. ممتاز الحمد لله، يعني إنه بنمثل السلطنة إن شاء الله بهذا المنتج كأول شركة طلابية تخترع قلم إنسولين ذكي وحافظ للحرارة، فهذا فخر للبلد قبل لا يكون فخر لنا نحن. ممتاز. أنت ذكرت على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي بشكل عام هذا قلم أول من نوعه. أيوة. صحيح كابتكار. بالضبط. إنسولين، قلم إنسولين ذكي حافظ للحرارة. الآن إيش المرحلة القادمة؟ إيش الخطوة المقبلة اللي راح تعملوها بما أنه أنتم منتجكم جديد على السوق صحيح؟ هل راح تتواصلوا مع الجهات ذات العلاقة؟ نتكلم الآن على المؤسسات الصحية على سبيل المثال في تسويق وإنتاج مزيد من الأقلام الذكية. نحن استخدمنا أول شيء برامج التواصل الاجتماعي كتسويق حالنا. كانت هي الخطة الأولية، وبعدين انتقلنا للمعارض الصحية والمؤتمرات الصحية علشان نجذب اللي هم مثل ما تقول الناس اللي يهمهم الأمر من كبار الشخصيات وصيدليات ووزارة الصحة، بعد يكون لها يد كبير إن شاء الله. بس كخطة مستقبلية الشركة بتكون قائمة إن شاء الله، ما راح تنتهي بانتهاء المسابقة إنجاز عمان، وراح نكمل إن شاء الله لنوصل للعالمية. ممتاز. إحنا نشوف مع بعض مع المشاهد الكريم هناك أبرار على الشاشة صورة للقلم صحيح؟ صحيح. في مميزات معينة أيضا حابة تشرحيها لنا والمشاهد الكريم، ونحن نشوف أيضا هنا لحظة التتويج لكم. أيوة. من المميزات المهمة اللي في القلم مثل ما ذكرت أول شيء اللي إنه هو هيكل حافظ الحرارة. أيوة هيكل حافظ الحرارة، غير إنه إلكتروني. شو يعني إلكتروني؟ يعني هو موصول بتطبيق. هذا التطبيق عن طريقه انت تقدر تشوف الجرعه الحاليه والمقبله والسابقه، علشان المريض ما يكون محاتي اذا اني انا بنسى وقت جرعتي، مثل ما تعرف ان هذه مشكله تخالط وقت الجرعات الحين. زين. بعد طريقه تحديد الجرعات في القلم يدويه والكترونيه، يدويه عن طريق الدوز الموجود، بس الميزه المضافه في قلم بنسولين ان الدوز يصل الى 100 جرعه، يعني ما تقدر انك شوف الاقلام الموجوده في السوق الحين الدوز يوصل لستين بعضها الى 80. ممتاز. وهذه تواجه بعض المشاكل لانه في مرضى يستخدموا كجرعه اوليه 100 دوز فيضطروا انهم يأخذوا نفسهم مرتين، وهذا الشيء واجد مؤلم. فنحن قررنا ان نخفف لهم الالم ان زودنا الدوز وحطيناه ل 100. وبعد طريقه التحكم الثانيه اللي هي عن طريق الازرار اللي موجوده في الشاشه تخفض وتزيد الجرعه بالقياس اللي يحدد لك إياه الطبيب، ويظهر في هذه الشاشة درجة حرارة الإنسولين. مثل ما تعرف إن الهيكل مغلف، فأنت ما بتقدر تشيك على الإنسولين مالك، فبيصدر لك تنبيه ضوئي إذا كان عبوة الإنسولين فارغة أو إن الكمية اللي فيها ما تكفيك للمرات القادمة. أهم ميزة بعد اللي ما ذكرتها هي إن القلم فيه جي بي إس. في حالة إن ضاع القلم أو لا سمح الله عن طريق التطبيق تقدر انك تحصل عليه. ممتاز. كسؤال اخير فقط يا ابرار، الان الامر يتعلق بصحه الانسان وجسم الانسان صحيح؟ نتكلم عن الامان، هل هذا القلم مثلا خضع لدراسات معينه، اختبارات، اجتياز على سبيل المثال، او تصاريح او موافقات من جهات معنيه بهذا الشان علشان فعلا انه هذا القلم بامكان الكل يستخدمه لاحقا؟ شوف نحن كشركة طلابية الحين القلم ما يباع، نحن نحتاج وقت طويل علشان نحصل هذه التصاريح. ممتاز. وبالطبع هو القلم خضع لبعض التجارب، بس هذه التجارب أولية كتجارب مختبرات من قبل مساتره وطلاب موجودين في الجامعة. بس هل خضع لتجارب طبية؟ إلى الحين لا، لأننا هذه مرحلة واجد متقدمة شوية على
شركة طلابية، بعدنا الحين ناشئين يعني صغار كذا، لكن إن شاء الله كبار بإذن الله تعالى بالعطاء، وإن شاء الله خلال المرحلة المقبلة أيضا تحققوا كل التطلعات والأهداف اللي رسمتوها من خلال ابتكاركم لهذا المنتج. أبرار بنت فهد السعدية، الرئيس التنفيذي لشركة بنسولين الطلابية، هذه الشركة الحاصلة على جائزة أفضل منتج مبتكر في إنجاز عمان لعام 2023. شكرا جزيلا يا أبرار. شكرا. تحياتنا أكيد لكل أعضاء الفريق الموجودين معها في هذه الشركة. مشاهدي الكرام، الآن إلى تقرير حول فوائد الماء أو فوائد شرب الماء، نشوف التقرير وبعدها لنا عودة، فخلوكم معنا.